جوانا وجمانة من أشد معجبين محمد عساف وأمنيتهم يقابلوه. زارونا بالاستوديو وكانوا مفكرين إنه جايين يحضروا حلقة من البرنامج ويعملوا جولة بالاستوديو. ما كانوا يعرفون إن محمد عساف ضيف الحلقة وراح نحقق لهم أمنيتهم ونخليهم يقابلوا وراء الكواليس. أهلين، شو الأخبار؟ كيف الصحة؟ كيف الصحة؟ شو أخباركم؟ تمام، هذه المفاجأة الحلوة. يا الله، شكرا. يعني مش عارفة، حيوم عليك. عن جد أحلى مفاجأة، اليوم مش رح ينسى.